مش قادرين ناكل. بعد انقطاع أدوية مرض التصلب اللويحي المزمن منذ شهر أكتوبر الماضي عن الأسواق الفلسطينية، نظم المرضى المصابون بالمرض اعتصامات احتجاجية للمطالبة بحل مشكلتهم، لكن عهود مرقطن التي تعاني من المرض منذ 5 سنوات لجأت للاعتصام بمفردها وسط مدينة رام الله، بل وهددت بالانتحار في محاولة لإيصال صوتها للحكومة الفلسطينية. عهود لا تستطيع دفع تكاليف دوائها الذي من المفترض أن تؤمنه وزارة الصحة الفلسطينية لها ولمرضى التصلب اللويحي بالمجان. احنا بدنا الدواء مش لهيك عبثا، احنا بدنا الدواء لنعيش. في كثير مرضى غيري، في مئات عهود زيي مش متوفرين لهم الدواء، تعرضوا لهجمات، هيهم في بيوتهم ما بمشوش ما بشوفوش وحالتهم الصحية صعبة. خلال وجودنا في منزل عهود تلقت تطمينات من بعض الجهة الفلسطينية الرسمية بتأمين الدواء المطلوب لها لأشهر مقبلة لتبرع الحكومة الإيطالية بالدواء المطلوب، لكن ذلك لم يحل مشكلة آلاف المصابين بالأمراض المزمنة في الضفة الغربية والذين ينتظرون حلا دائما لهم. وكما يعاني آلاف المرضى الفلسطينيين من نقص العديد من الأدوية في السوق المحلية، تواجه الأدوية الفلسطينية جملة من التحديات والأزمات القديمة الجديدة، كان آخرها تراكم مديونية الحكومة الفلسطينية للشركات والمصانع الموردة للأدوية لتصل لأكثر من 100 مليون دولار، تراكمت خلال السنوات الأخيرة. 22 شركة للأدوية والمستحضرات الطبية تستورد الأدوية من خارج الأراضي الفلسطينية. عدد من هذه الشركات أوقف توريده للأدوية لوزارة الصحة الفلسطينية قبل نحو أسبوع لعدم حل أزمة ديون الحكومة الفلسطينية مع هذه الشركات. زرنا شركتا القدس ومسروجي للمستحضرات الطبية في مدينة رام الله، واللتان تحاولان منذ أكثر من عامين تحصيل ما يزيد عن 20 مليون دولار كدين مستحق على الحكومة الفلسطينية تراكم منذ سنوات عدة. نحو 240 صنفا من الأدوية تصنع هنا باتت اليوم مهددة بالتوقف عن التوريد للسوق المحلي ما لم تسدد الحكومة الفلسطينية ديونها المتراكمة. لا نستطيع الاستمرار لأن الأمور أصبحت معقدة وأصبحت تشكل ثقل علينا وتشكل ثقل بالنسبة للبنوك، لأنه أيضا البنوك لا تعطي بدون قيود، فنحن نتكلف وعمليا نعاني بسبب هذه الأزمة. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أنها تواصل مساعيها لحل أزمة الأدوية التي تأتي كنتيجة مباشرة لما تعانيه الحكومة الفلسطينية من عجز مالي في موازنتها. الملوم الأول هي وزارة الصحة، ولكن نقول أن موازنتنا هي محددة، ولكن للأسف لا نحصل على هذه الموازنة كاملة. ولتراجع الدول المانحة عن تحويل الأموال الداعمة لخزينة السلطة الفلسطينية، تحصل وزارة الصحة على أقل من ثلثي النسبة المخصصة لها من موازنة الحكومة الفلسطينية سنوياً. من مدينة رام الله، إيمان عرقات، BBC.